جهود مكثفة تقوم بها مواصلة الإمارات، الشركة المسؤولة عن نقل أكثر من 260 ألف طالب مسجل في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، من خلال تطبيق كافة إجراءات السلامة وتلبية جميع الاشتراطات الصحية على حافلاتها، لتكون جاهزة لتنفيذ مهام نقل الطلبة مع انطلاق العام الدراسي القادم. طورت مواصلات الإمارات الخطة الشاملة لحماية الطلبة المنقولين من كوفيد-19 وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية في الدولة. تشمل هذه الخطة التدابير المطبقة قبل بداية العام الدراسي، من ضمنها التنظيف العميق للحافلة المدرسية والتعقيم المسبق كذلك، بالإضافة إلى تدريب السائقين ومشرفي النقل والسلامة والإداريين على الإجراءات والتدابير الإضافية والجديدة وكيفية التعامل معها، خاصة مع الطلبة المنقولين وأولياء الأمور. وتتطلع الإمارات إلى انطلاقة آمنة للعام الدراسي الجديد الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية هذا العام مع استمرار انتشار فيروس كورونا، من خلال اتباع أفضل معايير السلامة لأكثر من 1 مليون طالب وطالبة مسجلين ضمن منظومة التعليم في الدولة. تود مواصلة الإمارات تطمين أولياء الأمور بأنها حريصة على اتباع كافة وسائل السلامة والأمان في الحافلة المدرسية من خلال استخدام أفضل التقنيات والوسائل المعتمدة للتعقيم وتنظيف الحافلة المدرسية بما يضمن سلامتهم. وتحرص مواصلات الإمارات على تقديم خدمة نقل مدرسي آمن وفق أعلى معايير السلامة، من خلال تأهيل وتدريب أكثر من 7000 سائق وما يزيد عن 6000 مشرف ومشرفة على إجراءات السلامة لتنفيذ عمليات النقل المدرسي اليومية، بإجراءات احترازية تهدف إلى حماية الطلاب وذويهم والعاملين في القطاع التعليمي من آثار جائحة كورونا. أنهت مواصلات الإمارات استعداداتها لاستقبال عام دراسي يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية مع استمرار انتشار هذا الفيروس. عبدالله الزعبي، قناة الغد، إمارة الشارقة.